والباسكت بيت هو الحال الوحيد جدا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا النقل المباشر للقاء ذهاب نصف نهائي البطولة الوطنية، نصف نهائي لكيجمع الوداد مع ضيفه مجد طنجة. مجد طنجة يفتتح النتيجة مبكرا. مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة في النقل المباشر مقابلة نصف النهائي الذهاب. الوداد يستقبل مجد طنجة مباشرة من القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس. قبل بداية المقابلة كانت هناك قراءة الفاتحة على روح فقيد الوداد، فقيد كرة السلة الوطنية، الرئيس السابق للوداد الرياضي المرحوم عبد العزيز برادة، تغمد الله بواسع رحمتي وإن إلا إليه راجعون. نعود إلى المقابلة 2-0 لصالح مجد طنجة. نقطتين تبي نقطتين للوداد. ضائعة الوينرز ملوك المدرجات كعادتهم يبدعون. فصيل الوينرز المساند للرسمي للوداد بكل فروعه، الوينرز بالتنظيم ديالو ملوك المدرجات، ولو انه يوم اثنين يوم عمل ولكن الوينرز بمن حضر كلهم حناجر ما كيسكتوش لقاء كامل هنا بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس. سمعنا الصوت ديالهم من هناك من القاهرة وسط 50,000 متفرج، فلا صوت يعلو على صوت ملوك المدرجات. هنيئا للوداد، هنيئا للوداد بهذا الجمهور العظيم بملوك المدرجات. محاولة بثلاث نقاط. Thank you.
موسى ضائعه. برافو علي، علي ساكن. ديلان ايربول، ايربول ديلان. السلام عليكم. الوغ بالنسبه لبعض التعليقات اللي باقين في النهايه، في نصف النهايه كاين الوداد مع مجد طنجه، وكاين اتحاد طنجه مع الفتح. الفتح مع اتحاد طنجه والوداد ضد مجد طنجه، هذوما الفرق، الفرق اللي مازالين في نصف النهائي. محاولة ثلاث نقاط لمجد طنجة ضائعة. النتيجة مكتوبة الإخوان. مرحبا بكل من كيشاهدنا الان، عافاكم بارتاجيو لايف في المجموعات ديال الباسكت. برافو، نقطتين اضافيتين للوداد، 6-5. برافو ساكن. برافو، برافو ساكن، برافو، جاب الروبو وكيسجل نقطتين للوداد. اللقاء اللي كيشهد العودة ديال مروان كابيتان ديكيب الوداد، مروان حنيني. موسى ضائعة، برافو مروان. برافو 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 برافو، نقطة. Thank you.
اذا استغلوا التوقف باش نذكروا بالتشكيله ديال الفريقين بالنسبه لمجد طنجه. واحد عمر، الحرش جوج، حمزه الخمسه، فيصل اصليح سبعه، جواد داريب ثمانيه، مرايد سعود، يزيد بوضلفه العشره، يوسف حمزاوي الحداش، ياسين شرقاوي 14، يوسف مباركي 15، جيندو 20، ايبوندو خالد فردوس الرقم 23، 13 أسامة بن عبو، 2 بول. برافو مروان. كريم، مروان، برافو برافو مروان حنيني، عميد الفريق. ايبوندو، برافو كريم روبو، مروان كريم، مروان علي ساكن بلوك، كريم موراي ايبوندو، رميتين ايبوندو، الأولى ضائعة، يسجل الثانية. Changement.
خروج الرقم 13 أسامة بن عبو ودخول رقم 9 يزيد بودلفا. دفاع متقدم لعب كامل يفتح طنجة ديلان. تصدي ناجح ديال بودلفا، أول مدخل كيدير تصدي على ديلان. موراي بودلفا، برافو كريم مروان. برافو كريم، برافو 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 كريم الروبو. كريم ضائعة. موراي ريبوندو، جونجمو باش طنجة، خروج رقم 11 ياسين الشرقاوي، دخول رقم 1 عمر الحرش. ريبوندو رميتين وخطا شخصي على كريم، خطا شخصي الاول على كريم، اول توقف غادي نعطيكم الاخطاء الشخصيه. ريبوندو برافو مروان. شونجمون، خروج مروان حنيني ودخول رمضان مصطفى. الحالات القليلة اللي ما كنشوفش فيها زكريا قلوشي مع لي سانك ماجور، علي كيضيع الأولى. مازال دقيقة و 47 ثانية على نهاية الربع الأول. موراي كيسجلوا تبي كريم، برافو كريم، برافو شامبيون. نقطة 16 للوداد، وخاص نذكر مافيشي في ليكرو مرة مرة غنذكرو به، ربما يكونوا معنا بعض الإخوة عزاز على قلوبنا من داوي الهمم. برافو علي، بودلفا كيدير التصدي الثاني لديلان في هذه المقابلة، في هذا الشوط، في هذا الربع. محاولة من ثلاث نقاط، بودلفا كيجيب الروبو.
يزيد بوطلفة. ردوا معايا البلد اللاعب كيقوم مقابلة جميلة لحد الساعة، لاعب رقم 9 اتحاد طنجة لحد الساعة قيم مقابلة جميلة. ديلان طنجة وصلوا لخمسة أخطاء شخصية، وبالتالي كل خطأ يؤدي إلى رميتين حرتين. بودلفا عنده الخطأ الشخصي الثالث. أي 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 طيب مقابلة جميلة، غادي يكون خسارة لمجد طنجة. علي ديلان، علي ديلان، علي ديلان، برافو شامبيون، برافو شامبيون. نقطة 17 للوداد. ثلاثة وعشرين ثانية مازال على هذا الشوط. برافو شامبيون، برافو. نقطة 18 للوداد، النقطة 18 للوداد. دفاع رجل لرجل، مان تو مان الملعب كامل بالنسبة للوداد، مان تو مان الملعب كامل. موراي اي 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 خطأ على رمضان، مصطفى رمضان على موراي، رميتين حرتين. خطأ الشخصي الثاني على رمضان مصطفى. موري عنده رميتين. رمضان كيسجل الاولى، والصوت ديالي مسموع مزيان الاخوان عفاكم. ديلان محاولة بثلاث نقاط ضائعة. نهاية الربع الأول بتفوق الوداد 18-10. كان غيكون ختامها ميس بثلاثية ديال ديلان، ما كانش موفق. رجعوا نذكروا بالتشكيله ديال الوداد اللي ما قلناش بدايه. قلوشي رقم 1، كريم يورك رقم 4، 5 ساكين علي، 7 بوسميتي عبد الله، 8 مروان حنيني، 9 رمضان مصطفى، 10 نزار حفيان، 11 ديلان الم، 12 لاهي زكريا، 13 تبيتبي يوسف، 14 وسام حشاد، 15 وليد قديمي. نخليكم مع ابداعات ملوك المدرجات. ديديكاس لخويا مروان، مروان المصاوي، وتحية من خلاله لكل خوتي المصاويين اللي كان بادلكم كذلك كل مشاعر الود والحب، فتحية لكل مصاوي كيشاهدنا اليوم، وديديكاس خاص لخويا مروان. شكرا خويا عبد الرحمن علاوي اسماعيلي، شكرا خويا حسن القدري، صوت مسموع مزيان على بركة الله. بداية الربع الثاني، دخول زكريا قلوشي في هذا الربع،
تبيتبي رمية ثلاثية غير موفقة. كنشوفوا زكريا قلوشي كيدخل مع بداية الربع الثاني. برافو ساكن، برافو ساكن. مروان محاولة بثلاث نقاط. اوي 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 تبيت بيه المرة الثانية. مروان برافو زكريا. محاولة بثلاث نقاط، بقى مبقى حتى ثلاثية تصدق في هذا الماتش، بقى ولا ثلاثية ما صدقات في هذا الماتش. 18-10 باس تليفوني اوغوزمون، اوغوزمون تبيتبي كيلحقها. ساكن محاولة ثلاث نقاط، وساكن برافو ساكن، برافو برافو بطل ساكن كيجاوبني وكيسجل الثلاثية الأولى. الرد كان سريعا، شكرا ساكن على الرد السريع. اول ثلاثيه في مقابله من تسجيل ساكن. نقطتين لطنجه طرف النمر المقنع فيصل صليح. تحياتي خي فيصل غضا حكين قلوشي. محاوله ثلاث نقاط، مروان ضائعه. موراي برافو، برافو مروان، برافو قتاليه مروان كيتقاتل. تبيت هيا يا 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 شويه ديال الجديه الدراري، شويه ديال الجديه الدراري، شويه ديال الجديه الدراري. ما نضيعوش كرات بحال هادي، ماشي كرات بحال هادو اللي يضيعوا في نصف نهائي البطوله الوطنيه. غنشوفوا مستوى كبير، بغينا نشوفوا الباسكت، غنشوفوا جمالية هذه اللعبة الأنيقة. قلوشي ساكن مروان برافو كما كيقولوا عبرو ولكن ما تسجلاتش. عمر الحرش موراي الحرش عمر محاولة ضائعة. برافو علي، برافو كريم عفوا. قلوشي منور جو ديال الوداد. كريم كريم ادخل بوحدك ما كاينش اللي يجيب الروبو. علي ساكين برافو شامبيون، برافو شامبيون، 3 بوينت ولا اروع. برافو علي ساكين، برافو برافو علي ساكين كيقدم مستويات رائعه في المقابلات الاخيره للوداد وفي حوار قصير مع مساعد مدرب الوداد بوستوت. قلت له ما شاء الله علي ساكين تيدير دي كرون ماتش لام دو ماتش ديال الماتشات الوداد كاملين هاد الاخرين. قال لي وي يلا كونفيرمي الكلام ديالي، واليوم علي كيكونفيرمي هاد الشيء. نتمناو ليه يبقى بهذا المستوى طيله هذه المقابله 24-12 دائما لصالح الوداد.
مرحبا مرحبا بكل الاخوه اللي كيتابعوني اليوم، مرحبا بخوتي لي باسكيتور، مرحبا بعشاق الكره البرتقاليه، الله يكبر بكم، مرحبا بكم. هذه الصفحه ديالكم، الصفحه ديال كل العشاق في مغربنا الحبيب كامل، من طنجه الى القويره، وبادلكم نفس الحب. مرحبا بالوداديين، مرحبا بالناس ديال طنجه، ومرحبا بكل عشاق الكره البرتقاليه. ما غاديش نقطعوا اللايف بين الشوطين، ما غاديش نقطعوا، غنديروا دردشه مع بعضنا، نديروا ديديكاس، غنجمعوا شي شويه. كنت عملتها، برافو برافو برافو. نرجو الأجواء المقابلة. سي العلاوي راني جاوبتك، راني جاوبتك السي علاوي، في نصف النهائي باقيين 4 ديال الفرق، الوداد الرياضي، الفتح الرياضي، اتحاد طنجة، ومجد طنجة. موسى ضائعة، برافو تبيتبي زكريا، أمام عمر الحرش، تبيتبي مروان، علي ساكين، قلوشي قادمي في البلوك، برافو تبيتبي قادمي، محاولة ثلاث نقاط، برافو باب 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 3 بوينت ولا اروع، 3 بوينت جميله، ثلاثيه رقم 3 للوداد. ومع الحرش موسى، نقطتين لطنجة، برافو موسى، ثلاثيه الثالثه للوداد، ثلاثيات كيفريوا الاخوان، ثلاثيات كيفريوا، وانا ما زلت اتذكر اربع ثلاثيات متتاليه للوداد امام جمعية الجيش الملكي لإدارة الفارق. كنا 38 والوداد بأربع ثلاثيات كيوصلها ل 50، وكانوا هذيك 12 نقطة هي اللي دارت الفارق للوداد، إذا الثلاثيات كيديروا الحل. عمر الحرش، موسى، باس زوين باس زوين باس زوين باس زوين، برافو، مخدومة مزيان مخدومة مزيان. سمحوا لي ماشي موسى، الرقم 15 جيندو، جيندو عفوا موسى، وقيلة ديال الماس، انا تفورماطيت وقيلة وليت مصاوي، سمحوا لي جيندو. الوغ تبيتبي مروان بوحدو، علي ساكين، هاي جيندو كياخذها ليه، كيقطعها كيقطع هاد الباس هذا. فيصل اصليح، ضائعة، غنتوقف على التعليق ونخليكم مع الأزيج.
رجاء للتعليق ونجاوب على واحد التساؤل، علاش سلا التقصات مع انها كانت هي الاولى سلا التقصات بالقلم؟ دار واحد الخطا تقني، المدرب ما كانش خصو يكون حاضر في الماتش ديال طنجه، في الماتش ديال ماتش طنجه ما كانش خصو يكون حاضر المدرب ديال سلا في البوتوج، كان عنده خطا تقني وبالتالي سلا كانت ربحات داك الماتش خدات جوج نقاط، ومني خسرات بالقلم تحيدوا لها جوج النقاط ديال داك الماتش وتحيد لها وتعطات نقطة لمجد طنجة، وبالتالي سلا صبحات في المركز الأخير قبل آخر جولة واخا فازت فهي تكلاسات تروازيام، هذا هو على سلا ما دازتش، وهذا من الأشياء اللي صراحة ما نبغيوهاش تكون في البطولة الوطنية، ما نبغيوش أخطاء بحال هذه تكون في البطولة الوطنية. نرجعوا للماتشات، رجعوا للوداد، رجعوا للوينرز. الاخوان استغلوا التوقف، بغينا اللي مازال ما اشتركش في هذه الصفحه عافاكم يعاوننا بالاشتراك ديالو وديروا شويه لجام وشويه ديال اللي لايك عافاكم، يلا يلا بغيت نشوف القلوبه بغيت نشوف لجام، يلا الاخوان بادلونا نفس الحب، كنحبوكم وكنديروا مجهود باش نوصلوا لكم هذه المقابلات، يلا الاخوان بغينا لجام واللي مازال ما اشتركش في الصفحه يسجل الاشتراك ديالو باش نبقاو نطلعوا ليه بلا اخبار ونبقاو نطلعوا ليه في التليفون. طنجة دايرين دفاع رجل لرجل في نصف الملعب، نقطتين فارق العشر نقاط، مازال لنا جوج دقائق وثلاثين ثانية على نهاية هذا الربع، مازال لنا جوج دقائق وثلاثين ثانية على هذا الربع، يلا مرحبا بكم، مرحبا بكم خوتي كاملين، مرحبا بكم الله يكبر بكم، برافو برافو كرة السلة الوطنية الرياضة الشعبية رقم جوج في المغرب، رقم جوج بامتياز في المغرب بعد الرياضة الشعبية رقم واحد كرة القدم، يلا نرجو الأجواء المقابلة. موراي سي حميد لا بلا ما ندخلوا حتى شي واحد وما نتقارنوا مع حتى شي واحد، مي انا الصفحه ديالي سميتها الناقد الرياضي وبالتالي اسمحوا لي نفسي بممارسه النقد وبالتالي سيجب ان اتقبل النقد، هذه اشياء عاديه. مرحبا خوتي، مرحبا، راكم انتم اللي كتشوفوا الكاميرا مزيان ما فيها باس، حنا راه غير هوات راه ماشي بروفيسيونيل، ما فيها باس الا قلتوا لنا قادوا الكاميرا، الا قلتوا لنا زيد الصوت، الا قلتوا لنا مره غيسكت خلينا نتصنتوا للجمهور ما كاينش مشكل، غيكون في حدود الاحترام على راسي وعينيا بدون مقارنه مع اي شخص، الله يسخر للجميع وتحيه لكاع الناس اللي كيسهروا وكيديروا المجهود باش يوصلوا لكم النقل المباشر، راه مجهود شخصي، الناس راه كتخسر من جيبها الاخوان، راه مازال ما كاين حتى شي دخل الا القله القليله، كتكلم على نفسي راه مازال ما كاين لا دخل لا والو، كنتمناو نديروا مدخول من الفيسبوك ونديروا مدخول من اليوتيوب يولي جيبنا عامر ونديروها خدمه، علاش لا؟ مرحبا. أنا والله العظيم إلى مجموعة ديال الأشياء تحسنات من خلال التواصل ديال الناس معايا في البريفي، بزاف الأشياء قالوها لي وعملت بها والحمد لله، الراس صغير ولكن دائما غنرجع بدون مقارنة عافاكم.
يلا رجع رجع المقابلة زكريا قلوشي محاولة ثلاث نقاط ماذا يا قلوشي برافو ثلاثية جميلة قلت لكم الإخوان الثلاثيات كيديروا الفرق دابا كنظن أربعة ثلاثيات عند الوداد يلا موراي بغينا نشوفوا باسكت بغينا نشوفوا ماتش قاسي كنشوفوا جواد الضريب داخل جواد مكان فيصل اصليح انا راه مازال غلط شو مازال قديم شويه طنجر عندها 22 اسمحوا لي انا مره كنصحح مع السكور قلوشي كريم محاوله فريق 9 نقاط الان ديلان ضائعة بلوس دو بوان أو البلوس للرقم 13 أسامة بن عبو أسامة بن عبو كياخذ نقطة زائد الكادو زائد البونوس إي بوندو وهما الحرج غيدخلوا إي بوندو مكان جيندو وعمر الحرش مكان من؟ مكان موراي أسامة بن عبو عنده رمية حرة عنده البونوس تضيع برافو برافو كريم نجد طنجة ديري الرجل للرجل في نصف ملعبهم كريم ديلان حدا ساكن تيدير ليه البلوك ديلان بهاد اللغة كيسيد هاد لافوت سيد الفوت بهاد اللغة علي ديلان موراي خرج عاود دخل ما سخنش بلاصتو خرج سمع تعليمات المدرب ورجع مدرب احمد قجاج ومدرب الوداد حسن حشاد مساعد ذات بوستوت ايربول مروان حنيني حرام حرام يضيعوا بحال هاد الكرات حرام يضيعوا بحال هاد الكرات الدراري ما خصهمش يضيعوا بحال هاد الكرات ولكن ماشي مشكل فيها بس الوداد تابع لقاء العوده في طنجه وبالتالي خاصها ماشي فقط تفوز ما خصها تفوز بفارق مريح 11 ثانية 10 ديال الثواني 10 6 5 4 3 برافو موراي كيشد البالون شاف الوقت لقى 10 ثواني وبالتالي صبرت الاخر ثانية وكيسجل ثلاثية لنهاية الشوط الاول 32-27
نديروا إطلالة على السبورة باش نشوفوا الأخطاء الشخصية. إذن نهاية الشوط الأول بتفوق الوداد 32-27. إذن مرحبا بكم خوتي، مرحبا. مرحبا الإخوان ديالنا، يلا الإخوان شرفونا، شرفونا التواجد ديالكم، شرفونا. منين الخوت؟ يلا نعرفوا، شوفوا شكون معنا، شوفوا فينا هما الوداديين، نحسبوكم. شوفوا الوداديين، شوفوا طنجاوة، شوفوا عشاق الكرة البرتقالية. يلا كل واحد يقول لنا منين كيشاهدنا، منين كيتفرج في هذا الماتش. العام تحياتي، نقراو لكم وطير ديال الاخوه، ما كيكونش عندنا فرصه نقراهم في ملي كيكون اللقاء ملعوب. تا خويا معاك شفيق ودادي من طنجه، تحياتي وداديين ديال طنجه، ديما وداد، يوسف، جنه، ديما، مجد من طنطان الصحراء. تحيه لخوتنا اللي في اقاليمنا العزيزه، اقاليمنا الصحراويه، والخصوص الناس ديال طنطان. شكرا خويا حميد اليعقوبي، شكرا خويا، الله يكبر بك. عبد الفتاح برادة، اش من قناة فيها اللايف؟ خويا كاين اللايف نقلو انا ونقلو وداد تي في. مرحبا اخوان، يلا الاخوان بغينا شوية القلوبة، بغينا شوية ديال اللجام، وفي نفس الفرصة اننا نديروا لي لايف ديالنا، اننا نسجلوا اشتراك في القناة. مرحبا بكم، شكرا لكم اخواني، شكرا لتتبعكم، شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم في هذا المباشر.
مرحبا مرحبا خويا عبد الهادي بودا الفا، تبارك الله عليك الجمهور، ربي يخليك اخويا سي عبد الهادي مستور، تحيه من دار بوعزه. مرحبا بالناس ديال دار بوعزه، خصوصا الوداديين دار بوعزه، ماشي مشكل، كلشي كلشي الناس بوعد دار بوعزه كاملين، الناس ديال فاس، محمد كابايرو مرحبا خويا، مرحبا العاصمه العلميه، المدينه العزيزه على قلبي. مرحبا بكم خوتي، مرحبا بكم. بعد قليل غنطلق الربع الثالث. Thank you.
السلام عليكم من جديد. بداية الربع الثالث. نقطة التعادل. من 30 للجميع. 5 نقاط. بداية موفقة لمجد طنجة في هذا الربع الثالث. أصبح التعادل. محاولة 3 نقاط. ضائعة. ضائعة. تبي وهي ضائعة. موراي لأول مرة في المقابلة التفوق. التفوق طنجاوي 34-32. نجد طنجة كيسجلوا 7 نقاط. أي كريم البدايات ما بداوش بداية مزيانة فهذا الربع الثالث حسابيا. نجد طنجة تتفوق ب7 نقاط في هذا الربع. موراي ايبوندو محاولة 3 نقاط. ايبوندو ثلاث نقاط اضافية 10 نقاط. 10-0 في هذا الربع الثالث. الوداد لم تسجل في هذا الربع الثالث. لعبنا 2 دقائق و30 ثانية. سجلت فيها طنجة 10 نقاط. لهذا حسن حشاد يطلب وقت مستقطع. اخوان كتسمعوا يا كاين الصوت يا اخوان. الوداد عليهم تدارك هذه البداية الغير موفقة في الربع الثالث. مروان رميتين.
خطأ الشخصي على الرقم 6. برافو مروان. برافو مروان، 34 نقطتين للوداد، أول نقطتين للوداد في هذا الربع الثالث. جد أخطاء شخصية متتالية على مروان، مروان حنيني، ثلاث أخطاء شخصية الآن عند مروان. محاولة ثلاث نقاط، إيربول. ديلان ضائعة، بس كتصعب المقابلة على الوداد، بس كتصعب المقابلة. خارجة، أوت. دخول رقم 1 رقم 11 من مجد طنجة، عمر الحرش وياسين شرقاوي، فيما خروج رقم 5 فيصل أصليح. شكون اللي خرج ثاني؟ كريم، ديلان، مروان. محاولة ثلاث نقاط، ايربول، ايربول يا مروان. تزداد صعوبة هذا اللقاء لأنه كاين موراه لقاء العودة، وفارق النقاط سيكون حاسم، نقطتين لإيبوندو. جماهير الوداد كتشجع، إمكانهم إمكان لاعبي الوداد الرجوع في هذه المقابلة. خطا على رقم 11 ياسين شرقاوي، خطا الشخصي الثالث على ياسين. تبي تبي، محاولة ثلاث نقاط ضائعة. موراي، عمر الحرش، إيبوندو، با 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 با. ثلاثيات كيعملوا الفارق الآن لصالح مجد طنجة، الثلاثيات كدير الفارق لصالح مجد طنجة، فارق 8 ديال النقاط بعد ما بدينا هذا الربع، هذا فارق 5 نقاط للوداد، الآن فارق 8 ديال النقاط لمجد طنجة.
صعبت الامور، صعبت الامور عند الوداد، ولكن بامكان اللاعبين الى فاقوا يتداركوا الفارق. يلا يلا اخواني يلا متابعي الكرام وداديين، تنتمو بغينا التشجيعات ديالكم. توصل اللاعبين ان شاء الله. دفاع متقدم للوداد، ملعب كامل، عمر الحرش، أمام تبيتبي، إيبوندو، إيبوندو، وي 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 يزيد بودلفا تحصل على رميتين حرتين. اش بان لكم الوداديين؟ الوداد قادره ترجع في هذه المقابله ولا لا؟ اعطينا الاراء ديالكم، واش الوداد قادره ترجع ولا لا؟ بودلفا موفق، الرميه الاولى رمية ثانية ضائعة، علي ساكين، مروان حنيني، تبيتبي، ديلان، كريم، محاولة ثلاث نقاط، خطأ على عمر الحرش، الحكم كيقول خطأ على عمر الحرش. كود كيقول ضربة بالكود، دو لونسي الوداد، علي مروان، علي مروان حنيني، محتاجين هاد جوج نقاط باش نقلصوا الفارق. اي 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 الشاد، الشاد خصو يدخل، يطلع شويه المعنويات اللاعبين هنا كنشوفهم. برافو برافو، قلوشي مكان تبيتبي، قلوشي كيدخل مكان تبيتبي، فارق سبع نقاط الآن، دفاع رجل لرجل، الملعب كامل، عمر أمام زكريا، هذا الشخصي على زكريا كيعطي لعمر رميتين، عمر الحرش، مدرب طنجة أحمد القجاج دائما في التعليمات وتواصل مع موراي. عمر كيسجل الرمية الأولى، الرمية الثانية كذلك، رجعنا الفارق تسع نقاط الآن، تايم أوت، تايم أوت الحشاد، فضل لحظات اللاعبين محتاجين تشجيعات الجماهير.
اتفق معك محمد موسى، لعب شيئا ما، خرجوا من الماتش. لا ما كاينش المستحيل خويا محمد موسى، ما كاينش المستحيل، المستحيل ليس ودادي، والمستحيل ما كاينش، المستحيل ما كاينش كرة السلة. ديلان كريم زكريا، ديلان ضائعة ايبوردو، ريبوندو، برافو زكريا، برافو 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 ديلان، 3 بوان محتاجينها، كنا محتاجين 3 بوان، فريق 6 نقاط الآن، ساكين برافو كريم. خطا على جواد، يلا ديلان برافو برافو، نقطة 40 الوداد، نقطة 41 برافو ديلان، يريد دابا خص الدفاع، الدفاع يكون متماسك، موراي عمر برافو برافو كريم برافو كريم، مروان نقطتين برافو 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 برافو، فارق 3 نقاط الآن، فارق 3 نقاط الآن، يلا الأولاد يلا الأولاد، قادرين ترجعوا في المقابلة وقادرين تفوزوا، برافو برافو علي، يلا زكريا يلا زكريا، كريم مارشي، شافتوا الحكامة بوحدها كنظن، ما هذا سيدتي الحكامة، تايم اوت، تايم اوت، طلبوا مدرب اتحاد مجد طنجة احمد القجاج، على بعد دقيقة و 34 ثانية من نهاية هذا الربع الثالث، الوداد متأخرة بفارق 3 نقاط 48-45، نخليكم مع الأهازيج. Thank you.
محاولة ثلاث نقاط لمجد طنجة. الروبو اللي فيه المشكل. برافو مروان، برافو مروان. ما بغاش تدخل، ما بغاش تدخل، ما بغاش تدخل. برافو الدراري، برافو. خطأ شخصي على عمر الحرش. خروج الرقم 7 جواد ضريب ودخول فيصل أصليح رقم 5. علي برافو، برافو، برافو علي. برافو النقطة 44. يلا فارق النقطة الآن، فارق النقطة الواحدة. يلا دفاع الآن، بغينا دفاع حديدي، دفاع متماسك، دفاع من إسمنت. خطأ على ديلانجو كونس. رميتين لموراي. ديلان الخطأ الشخصي الثالث. نقطة 46 موراي. ديلان لا يضيع. رجعنا وفارق ثلاث نقاط الآن. مروان زكريا. هيا 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 صد. ليندو يدير صد ساكن. احد لاعبي الوداد مصاب.
فارق النقطتين الان، فارق النقطتين الان. الثلاثة الثانية 10 سعود 8 7 على بعد 4 ديال الثواني، على بعد 4 ديال الثواني. على بعد 4 ديال الثواني من نهاية هذا الربع، 4 ديال الثواني. توقفت المقابلة، مجموعة ديال الاحتجاجات على هاد لي طروالونسي اللي عطاها الحكم اللي كيشوفوها البونتوش ديال الوداد كيشوفوها أنها غير مشروعة خصوصا في هاد التوقيت هذا. مازال جوج ثواني على نهاية هذا الربع. تسجل الأولى موراي لا يضيع. يسجل الثالثة كذلك. ينتهي الربع الثالث بتفوق مجد طنجة 51-46، فارق الخمس النقاط. احتجاجات كثيرة كانت على هاد ثلاثة ديال الرميات اللي صفرها الحكم لفائدة مجد طنجة. اللاعبين خصهم يبقاو في البوط، يبقاو في المقابلة.
يلا نرجعوا الأجواء التباري والشوط الرابع الربع الرابع والأخير من هذا المقابلة. يلا مازال كل شيء ملعوب، باقى الوداد قادرة أن ترجع في المقابلة، وكذلك بإمكان طنجة أنها تفوز. كذلك الوداد مطالبة بالعودة في المقابلة مع الفارق تحسبا للقاء العودة. يلا وداديين كلكم بغيتكم تكونوا معنا، كلكم قلوبكم توصلوا لنا الشيعات ديالكم، كلشي 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 وداديين، كلشي تفاعل معنا، كلشي تفاعل معنا في هذا اللايف. كرة كتضيع غلط، كرة كتضيع غلط. يرى الوداديين كلشي 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 تفاعل، والوداد قادرة قادرة أنها ترجع في المقابلة كيفما الوداد البارح في لقاء ذهاب نهائي عصبة الأبطال قدرات أنها ترجع في المقابلة وأنها تفرح الوداديين. فالنتيجة أنا شفت التعليقات ديال المصريين، فالنتيجة ديال البارح كانت أقرب للفوز، فهي هزيمة بجوج لواحد، ولكن هي في الواقع اعتبروها الأهلاوية فوز للوداد. يعني كيقول الوداد حقات ودات ما بغات. يلا تبي تبي، برافو كريم، كرة العالي ساكن. إذا كما قلنا أنا الوداد كرة القدم قدروا أنهم يرجعوا في المقابلة البارح بعد أننا كنا كنشوفوا أن ممكن أننا نخسروا ثلاثة وبربعة وبخمسة مع الأهلي، ولكن برافو الدراري بقوا صامدين، وبالتالي ذاك الهدف الذي يزن ذهبا في معايير الكاف ديال بوهرة ردنا في المقابلة. كذلك الوداد اليوم في هذا اللقاء النصف النهائي قادرة أنه ترجع تشجيع في الدور ديال تشجيعاتكم. قديمي زكريا محاولة تسريق ضائعة، يلا لا يأس لا يأس مع الوداد. يلا الدراري كلشي 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 بغيت التشجيعات ديالكم، يلا نشجعوا الوداد، برافو برافو تبي تبي، كلشي كلشي كلشي. الجمهور اللي هنايا راه ما طلقيش يديهم، انا نوريكم الجمهور اللي كاين. الجماهير ما باخلينش بالتشجيعات ديالهم، ما كيشوفوا لا نتيجه لا والو. يلا نتوما كذلك بغيناكم انكم تشجعوا الوداد، كل شيء عطينا كلمه زوينه حق الوداد. برافو زكريا، برافو زكريا، مضايقه سون فوت. راه ديلان محتاجين هذه، محتاجين هذه ديلان، محتاجينها ديلان، محتاجينها 3 بوان ديلان، محتاجينها. برافو ديلان، برافو ديلان، كنا محتاجين 3 بوان. يلا الدراري كلشي كلشي كلشي، يلا الدراري ما بغيت حتى واحد ينعس معنا في هذا اللايف، كلشي شجع، يلا كلشي مع وداد الأمة اليوم. هذا الدومي فينال اللي وصلوا ليه فهو يعني بعد عناء طويل، بعد بداية غير موفقة، يعني لما لا نمشيو بعيد. يا 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 دو بوان بلوس بونوس. لا 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 اي 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 كيحتسبها بلوس البونوس. برافو تبي تبي، كان كيقول ما كاين والو. موراي اي 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 موراي منين جاب الروبو، موراي منين جاب الروبو.
فارق 9 نقاط الان على عبوات 7 ديال الدقائق و20 ثانيه من نهايه المقابله. يرى الوداد مطالب بالفوز، مابقيناش كنقلبوا دابا على الليكا، ولا كنقلبوا غير على الفوز. تبي تبي خطأ ماشي مارشي. علي كريم، يا غير محظوظ كريم في هذه اللحظة. نقطة 60، نقطة 60، اتحاد طنجة، تايم اوت الشاد. الشاد كيطلب تايم اوت. ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة الوداد. يا الله ثلاثية تيفاريوها، ثلاثية تيفاريوها شريطتها أن يكون الدفاع ديالنا دفاع قوي. برافو، ثلاثية واحدة أخرى طردنا في الماتش، ثلاثية واحدة أخرى طردنا في الماتش. برافو 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 مروان، برافو. كلشي على الدفاع دابا، كلشي على الدفاع دابا. خصنا دفاع مستميت، دفاع حديدي، دفاع اسمنتي، باش يمكن انا نرجع في هذه المقابله. يلاه يلاه وليدات الوداد جيبوها. يلاه الدراري برافو عليكم، برافو. يلاه 3 سكوند
على بعد الثانيه من نهايه 24 سكوند الحكم كيصفر خطا لماج طنجه. موراي كيسجل نقطة 62 لطنجة غيردنا الفارق الثمان نقاط. يلا مروان ديلان يفارقوا الثلاثية الدراري. يلا علي مروان ثلاثية ثلاثية. برافو مروان برافو 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 شامبيون برافو. الروبون كان ديال علي ساكن الروبون ديال علي ساكن. يلا الدراري يلا كلشي على الدفاع كلشي على هاد الكرة كلشي على هاد الكرة ترجع دفاع رجل لرجل الوداد الملعب كامل. يلا الدراري المشاهدين شفتكم نعستو الدراري الدراري نعستو فيقوا معانا الوداد محتاجكم الدراري ولو غير قلوبكم. يلا الدراري الوداد قادة ترجع. برافو زكريا برافو زكريا أوه. حرام حرام الحكم يصفر والو في هذه حرام الحكم يصفر والو في هذه. عمر الحرش إيبوندو شكرا الدراري شكرا شكرا التعليقات ديالكم شكرا على لايك ديالكم. يلا الدراري ما بغيناش نعكزو بقى جوج دقائق واربعين الثانية على هذا اللقاء هذا. النتيجة تحسم هناك بطنجة بغينا فوز خسارة بفارق قليل تبقى الأمل عند الوداد في لقاء العودة. أي 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 فارق ثمان نقاط الآن. يلا خويا مروان اي 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 جوج ديال الرميات جوج ديال الرميات كنا خمس حاجه ليها ماشي مشكل ماشي مشكل. كلشي على الدفاع موراي اظنه رجل المقابله اليوم موراي اظنه رجل المقابله اليوم. برافو مروان الطريق اصبح سالكا لسله الوداد كيف ما داروا لها كتدخل. الوداد ما خصهمش يلاشيو هذا ماشي لقاء هذا ماشي لقاء فوز وخسارة هذا ماشي لقاء فوز وخسارة هذا لقاء الذهاب ومازال تبعنا الإياب وبالتالي حتى الخسارة خصها تكون بفارق قليل حتى الخسارة إذا كانت غتكون خسارة اليوم ديال الوداد تكون بفارق قليل اللي خلينا نلعبوا لقاء الإياب بأمل. جوج دقائق جوج دقائق متبقية
موراي موراي فعل ما شاء في دفاعات الوداد. لاعب اجنبي بالطراز الرافع. صعبت الامور بالنسبه للفوز، ولكن على الاقل خاص تدويب هذا الفريق، هذا نحتاجوه. برافو قلوشي، تدويب الفريق نحتاجوه في لقاء العوده. عمر الحرش على بعد دقيقة و15 ثانية. فريق 12 نقطة الآن. ما بغاش تدخل، ما بغاتش. على بعد 46 ثانية من نهاية هذه المقابلة. بروك على خوتنا ديال طنجة، مبروك عليكم بكل روح رياضية. يلا مازال تداركوا هذا الفريق 12 نقطة، نقلصوا فريق 12 نقطة. مروان برافو مروان، أي نقطة كسبناها غنحتاجوها في الإياب، أي نقطة كسبناها غنحتاجوها في الإياب الدراري. لا 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 لا، برافو قديمي، برافو ديلان. الوداد بدا اللعب الفردي، بدا اللعب الفردي. با موراي كيما دار ليها، موراي كيما دار ليها كتدخل من بعد كل شيء وقف. ولكن بما انه كاين لقاء العوده ف المدرب ديالو قالو كمل، وبالتالي كيدير ثلاثيه ختم بها هذه المقابله. اذا عرض لك الخوتنا الوداديين، عرض لك خوتي، عرض لك للوداد. فيليسيتاسيون لمجد طنجه. سمع شهر الماتش هذا مع الهزيمه، بالروح بالدم نفديك يا وداد، هذا هو شعار الوينرز بعد الهزيمه.